مباراة الميلان وليتشي في الجولة 18 من الدوري الإيطالي. لكي تشاهد معنا المباراة ما عليك فضل تضغط زر الاشتراك بالقناة، وشكرا لكم مسبقا، وشاهدوا معنا الفيديو حتى النهاية. ملعب المستضيف للمباراة ملعب فيا دي الماري. توقيت المباراة سوف يكون في 8 الساعة 6 مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 8 مساء بتوقيت قطر والسعودية والإمارات. أما بالنسبة للقنوات النقلية للمباراة، قناة آد سبورتس بي اتش دي 1 النقل الحصري للمباراة، تجدون البث في صندوق الوصف. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة. شكرا لكم، ونضرب لكم موعد في موعد قادم.